الاهلي بيفوز النهارده على بطل بتسوانا بنتيجه 3-0. خليني اقول لكم بقى كواليس اللقاء اللي كان سخن جدا عند جمهور الاهلي اللي ما بطلش تشجيع النهارده واللي ظهر بصوره كويسه جدا 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 في رساله ليه كده اللي هو فعلا عايز يرجع المدرجات وعايز ان الدوري الجديد يكون بشكل جديد. طبعا في البدايه جمهور الاهلي استقبل لعيبته النهارده بشكل قوي، هتف لكل اللعيبه. في بقى احد مشجعي النادي الاهلي كده اول لما الشيخ الاكرامي نزل اداله بوكيه ورد كده قبل ما الماتش يبدا، يعني النهارده كان باين بقى على جهاز الاهلي وعلى اداري الاهلي النهارده التوتر الشديد قبل يعني وقت اللقاء. حسام غالي ومحمد فضلي كان باين عليهم يعني التوتر القوي جدا كان قاعد وباين عليهم اللي هم يعني مش راضيين باداء الاهلي في اول 25 دقيقه كده. الخطيب كان باين عليه التوتر الجديد. لو كلمتكم بقى على النهارده جمهور بطل بتسوانا لم يحضر احد، مفيش الا واحد بس كده اللي كان موجود جنب كابتن الخطيب، هو اللي كان موجود. كابتن الخطيب بقى في الاول لما جه الجول الاول للاهلي رد فعله هادي جدا، ما اتحركش من مكانه، ما سقفش، ما عملش اي حاجه. كان باين عليه في الشوط الاول اللي هو مش راضي على الاداء. لكن خليني اقول لكم بقى ان الخطيب النهارده وهو خارج كده في طفل صغير ناداله عشان يتصور معاه، اول لما راح له الطفل حضره يعني كده بشكل قوي. النهارده طبعا في الشوط الثاني الاجواء اتغيرت خالص. كارتون مدرب الاهلي الجديد ما بيحتفلش خالص يا جماعه باي جون، ما بيفرحش باي جون، يعني يا دوبك الجون الثالث احتفل بيه بسبب اللي هو كان بيعترض في الاول، لكنه لما لقى اتحسب جون بدا يحتفل مع الجهاز الاهلي. محمد يوسف النهارده كارتون كل شويه بيروح وبيتكلم معاه طول الوقت، يعني كان باين بقى ان مجلس اداره الاهلي بدا يرضى على اللقاء في الفتره الاخيره. جمهور الاهلي بقى النهارده يا جماعه ما بطلش هتافات من اول اللقاء لاخره، لكن جه في النص كده وبدا يهتف للخطيب، لكن الخطيب قام وطالبهم ان هم يبصوا من الملعب ويهتفوا للملعب. جمهور الاهلي كده وجه رساله النهارده محدده وهتف فيها اللي هو يعني النادي الاهلي فوق اي حد، النادي الاهلي فوق الجميع. كان فيه هتافات قويه من جمهور الاهلي النهارده من اول اللقاء لاخر اللقاء. طبعا بعد ما اللقاء خلص كان في سعاده قويه عند جهاز الاهلي النهارده، كلهم سلموا على بعض. يعني المدير الفني البطل بتسوانا النهارده راح وسلم على الجهاز الفني الاهلي وبارك لهم على النتيجه. وليد سليمان النهارده خارج وباين عليه اللي هو مصاب مع طبيب الفريق احمد فتحي بقى، بعد ما قلع التيشيرت كده واداه لاحد الجماهير راح وتصور مع الجمهور اللي طلب معاه اللي هم يتصوروا معاه وهو مش لابس تيشيرت، وراح فعلا وتصور معاهم. يعني كانت الاجواء النهارده عند جمهور الاهلي سعيده بعد اللقاء. مليون مبروك للنادي الاهلي اللي بقى عنده النهارده 4 نقط في المشوار الافريقي وهارد لك لبطل بتسوانا.